قطاع الناشئين، واحد بيتكلم عن قطاع الناشئين، في بعض اللاعبين اللي انت طبعا او مجموعه كبيره موجوده دلوقتي في كل الانديه طلعت من تحت ايد قطاع الناشئين وكنت متواجد فيه في الحمد لله. يمكن طبعا محمد هاني كان موجود، وطبعا رمضان، وكان ندفي طبعا، كل دول كانوا معاك. دول كانوا فرقتي، دول كانوا الفرقه اللي انا كنت مذاكر، يعني اللعيبه طبعا مميزه جدا يعني، ودايما قطاع نادي الناشئين النادي الاهلي بيقدم طبعا لعيبه مميزه جدا، يعني لما بتاخد الفرصه بتثبت وجودها يعني، وان شاء الله يعني سياسه الراجل برضو اللي هو بيبص للعيبه ديت ومتابع ليهم، وان شاء الله يكون في فرصه الفتره الجايه يعني اللي يكون ناس معانا. هو فعلا في ناس كانت معانا، يعني يمكن عربي كان معانا، وعمار، ومحمد عبد المنعم قبل ما يمشوا، مصطفى شبير برضو من اللعيبه الناشئين اللي موجودين معانا دلوقتي. يعني كلام كتير جدا عن مصطفى شوبير ان هو متواجد عشان هو ابن الكابتن احمد شوبير، ايه رايك في هذا الكلام؟ لا طبعا مصطفى جو مميز جدا، يعني انت حضرتك عشت في الكوره وعارف الكوره، يمكن حضرتك ابنك بيلعب وانا برضو نفس القصه، يعني ان الكوره ما فيش حد يقدر يساعد حد لما يكون كويس، يعني ما فيش حد هيبقى عاوز يبقى شكله وحش. يعني مصطفى لعيب حارس مرمى مش كويس، لا مميز جدا، يعني مش هو بس، يعني هو يمكن احمد طارق سليمان نفس القصه، واحمد طارق سليمان برضه جو مميز جدا لكن برضه، لكن عشان مصطفى هو اللي موجود دلوقتي، هو الموجود دلوقتي، هو اخذ فرصه يعني اكبر منه شويه يعني، لكن حارس واعد جدا مميز جدا. في برضه مدر في برضه حراس تاني صغيرين برضه مميزين بيطلعوا معانا على فترات، رمضان وطارق، فبرضه يعني الراجل بيدي فرصه لكل الناس يعني، وفي الاول والاخر انت بتبقى محتاج جون او يعني اتنين بكتير قوي يعني، لكن مصطفى لا، ما في اظن ان ما فيش حد بيجامله يعني عشان خاطر كابشن.